السلام عليكم ورحمة الله. اليوم الفيديو عندي اللغة العربية للصف السادس الإعدادي العلمي، راح نأشر أهم الحذوفات لمادة القواعد والأدب. أول مرة راح ناخذ مادة القواعد، عندي بس يعني الحذف بس هذن الثلاث مواضيع، يعني أسلوب التوكيد وأسلوب المدح والذم وأسلوب التعجب، هذني ثلاث مواضيع حذف قواعد اللغة العربية للصف السادس الإعدادي، هذني ثلاث مواضيع فقط الحذف والباقي كله داخل. هاي بالنسبة للقواعد. هسه ناخذ مادة الأدب. مادة الأدب هذا كله داخل، يبدأ الحذف من صفحة 26، هذا عيني من صفحة 26 حافظ إبراهيم، من صفحة 26 حافظ إبراهيم هذا حذف. طبعا هو والقصيدة والتعليق النقدي يعني موضوع أو أسئلة المناقشة هاي كلها حذف. صفحة 26 حذف حافظ إبراهيم هو والتعليق والمناقشة، هاي صفحة 26 وصفحة 27 يعني صفحة 28. نروح على صفحة 64 الحذف، هذا اللي الصفحات اللي ما أذكرها يعني داخله، فقط اللي أذكرها هي حذف. صفحة 64 الشعر التعليمي حذف، هذا حذف الشعر التعليمي حذف، يعني صفحة 64 وصفحة 65 اعتيادي أسئلة المناقشة أو يا. نجي على صفحة 76 الخطابة، صفحة 76 هذه الخطابة حذف، وهذه مال عبد الله النديم هم حذف. صفحة 77 يعني 76 أو 77 هاي أو اعتيادي المناقشة وياها 78، هذا الحذف. نروح على صفحة 94 الرواية، صفحة 94 هاي عيني هاي الرواية حذف، صفحة 94 هذا حذف الرواية، يعني 94 و95 و96 ونهاية ال اي و97 حتى 98. يعني شوفوا هسه الحذف صفحة 6 صفحة 94 الرواية، الرواية صفحة 94 وصفحة يعني نهاية الكتاب، وصفحة 95 هذا حذف، وصفحة 96 حذف، وصفحة 97 حذف، وصفحة 98 حذف. هاي يعني مادة اللغة العربية طبعا الأدب والقواعد للصف السادس الإعدادي، هاي أهم الحذوفات وبالتوفيق.